30 سنة وعندها سكر وعايزة تعمل عملية شفط دهون، فعايزة تشوف العملية دي ممكن تأثر على السكر ولا لأ، وهي بتقول ممكن يمكنها بعدين في المستقبل ان هي تبقى حامل ولا لأ، عندها السكر. اولا احنا عاوزين السكر يبقى على الريحة يعني مش مظبوط حتى ولا زيادة، احنا عاوزين يبقى على الريحة لفترة طويلة لمدة شهر يبقى مظبوط السكر ونقدر نعمل اي حاجة احنا عاوزينها بعد كده. النقطة التانية ان شفط الدهون دي جرح صغير جدا، فما فيش فيه اي مشكلة الحقيقة، ما بنخافش في التئام الجروح والحاجات دي اللي بتحصل مع مريض السكر. وتالت شيء ان شفط الدهون ما بنعملش فيه اي شد للجلد ولا العضلات، فطبعا ايه الحمل ما فيش ما بيتأثرش، ده بالعكس الحمل بيبقى الاسهل، السنة اللي بتحصل لها اثناء الحمل بتبقى اقل، احتمالات ان بطنها تترهل بسبب الحمل لانه في دهون كتير وبين الحمل نفسه فيشد الجلد زياده فيترهل، الاحتمالات دي بتبقى اقل، فبالعكس دي حاجه بتفيد اصلا. دكتور هو صح يعني السيده مثلا او البنت تستنى لو عندها ترهلات بسيطه لما تقول خلاص انا اشيلها بعد ما اتجوز وابقى حامل كده كده هترجع لي ترهلات تاني، ولا تعملها قبل الحمل مثلا علشان تتفادى الموضوع ده، يعني الوقايه خير من العلاج، ولا تستنى فعلا لغايه ما تبقى حامل، اني افضل يا دكتور؟ هو هقول لحضرتك لو عملنا شفط قبل الحمل بيقلل جدا احتمالات حدوث الترهل في البطن بعد الحمل والولاده. بيقللها بس مش بيمنعها. على حسب هي البيبي يعني وزنها في الحمل بيوصل لقد ايه. احنا بنقول الوزن اللي هو في الحمل الامن اللي ما يعملش مشاكل ان الزياده تبقى من 12 ل 15 كيلو. في ستات بتزيد 10 20 و 25 كيلو في الحمل، فطبعا ده بيزود الترهل. طبعا. اوكي معانا